صوره حلوه يعني. نقول يعني الحمد لله على كل حال، نفكر بالجاي ان شاء الله نقدم مستويات افضل ان شاء الله بالتصفيات. انت لما تلعب الحين مع لاعب منتخب سعودي مثلا، هذا اللاعب عنده احتراف كامل، عنده متفرق بحياته حق الكره، متفرق حق يمكن كل شيء، ما عنده ظرف يمر عليه مثلا، عنده دوام، عنده كذي. انت شايف لاعبين، احنا يمكن احنا نداوم الصبح وبالليل نتمرن، ما في وقت عندنا يعني. يمكن حتى يعني انا واحد من الناس، يمكن دوامي ما يعني مو راضي اني اخذ تفرق، وانفصلت من العمل عشان السالفه هذه، ما التفرق. يعني اللاعب الكويتي مظلوم 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 يعني. انت يمكن قاعد تلعب مع منتخبات، يعني كل واحد عنده عقد مع ناديه، كل واحد يعني بالنهايه محترف، احنا مو محترفين، احنا هواة يعني، لاعبين هواة. نقول الحمد لله على كل حال. يمكن هذا يمكن ما نحط احنا نفس العذر ان احنا ما قدمنا، بس هذا من اولويات اللاعب، انه يعني اللاعب له حق بهالشغلات هذه. يمكن في جيل صغير صاعد الحين، في ناس وايد ضحت بدراستها ووظائفها عشان المنتخب. لا بالعكس، انا ما شاء الله على الجماهير، يمكن الكل شاف، يمكن الجماهير يمكن حطوا علي، يمكن اكثر حطوا علي اللوم انا، ان انت تضيع، وانت 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 وانت. صدقني انا لو ما اتحرك ما تجيني الفرص هذه، يعني لو انا واقف ما اتحرك يمكن ما نهجم احنا على الجول. هذا كذا محاولات، يمكن هذه محاوله مني انا اني اسوي هجمه، بس هذا الجمهور يمكن بالنهايه الجمهور طماع، يبي اكره جول. الحمد لله على كل حال. في اساءات فيتلك يعني؟ كثير من الاساءات، هذا وارد كره قدم، هذا شيء وارد يعني، بس انه من غير تجريح. زعلان عليهم؟ متعلي انا، بس من غير تجريح. اهلي بنتي ما لها ذنب يعني، بنتي صغيره سنتين عمرها يعني، انت الله يوفق بنتك، ما يصير يعني. هذا شيء يعني ما نرضى فيه احنا يعني. انا دخلت المباريات اكثرها مضغوط، قاعد افكر اللي قاعد يقولون بنتي اللي هلي، ما يصير هذا مو كلام. بس الحمد لله على كل حال، قلت لك هذا الحمد لله على كل حال. بصقر الهواء عندك الهواء. اول شيء انا طبعا احيي الكابتن يوسف ناصر، الله يعطيك العافيه كابتن يوسف، ما قصرت، جزاك الله الف خير على جهدك. احنا عارفين امكانيات الفريق، عارفين القدرات اللي موجوده ان كانت عند المدرب او عندكم انتم، وكنا في البدايه ندعمكم كثر ما نقدر حتى ندفع في فيكم لكم توصلون الى المراتب الاعلى. لكن تصريحك اليوم حقيقه اثارني وضايق خلقي. لا احنا معاكم مع اللعيبه، وما نتمنى من الجمهور الكريم، جمهورنا الوفي المخلص اللي نضرب فيه المثل يا جماعه، امس ترى مو من الجمهور، من بعض يعني اشخاص بسيطين. قلة يا جماعه، امس احنا كلنا رحنا المباراه وشفنا الجمهور القطري الرائع، الجمهور الرائع القطري الرائع، ولا قلل من شأن الكويتي انه رائع. الكويتي كان نجم البطوله، كان نجم، وحتى القطريين كانوا يقولوا لنا يا نجم البطوله الجمهور الكويتي بشهادة الكل. بالضبط، قالوا يا جماعه ترى ان البطوله اختربت، وسب ان الجمهور الكويتي طلع من الدوري، والعماني والعماني ايضا. نعم ونعم فيه، احسنت ابو محمد، ونعم فيه. لا بس جمهور الكويت في هذه البطوله، لا اتكلم جمهور الكويت كان متميز اكثر، كان جمهور حتى بالاعداد، حتى بس الجمهور العراقي بعد. ونعم فيه الجمهور العراقي، الجمهور العراقي عايش. اكثر جمهور حضر المباريات هو الجمهور العراقي. صح، الجمهور العراقي ما شاء الله جاله كبيره موجوده، والتحيه لهم الجمهور العراقي والعماني ايضا والبحريني اللي وصل مؤخرا. بس انا طلعت يوسف، عشان تكلم يوسف عن نقطه جدا مهمه، هي قضيه التفرغ يا ابو صقر. ما يصير لاعب عندنا في الكويت، احنا ليش نقولكم ليش؟ عشان يعني اليوم يلومون منتخبنا ان الخروج، هذا لاعب يداوم للساعه 3، ابو فيصل يداوم للساعه 3 العصر، اي الساعه 4 يتمرن، قاعد من الساعه 8 الصبح، هذا وين يعطي؟ صحيح. هذا عندي نفس الشيء ابو حمد، بس ابو فيصل بس خليني اكمل هالجزئيه الصغيره بعد اذنك. تفضل عبد الرب، ما راح يخليك. شوف اول شيء، شوف شلون ما نقاطعك يا نش علونا، ما نقاطعه هو انت استاذ يا ابو محمد، ما عليك زوج. اول شيء انا يمكن اختلف مع الاخ يوسف. انا اختلف وياك كلها بتختلف. لازم اقول له طبعا، هو قال معلومه مو صحيحه، انه ما عنده تفرغ. كل اللاعبين في جميع المنتخبات الوطنيه بجميع يعتمد على الاتحاد متى يطلعهم. انت طالع في معسكر ويمكن اكثر من لا لا ابو صقر، هو يقصد تفرغ في الانديه، في النادي، في الانديه، في الانديه، ايوه في الانديه. ليش اللاعب ما يتمرن الصبح والعصر؟
احنا خصوصا شفنا موضوع الشد والمشد عند لاعبيننا مو جاهزين يعني مدنيا. لا 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 عنده تفرغ بالنادي، لا 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 هذا سبب في خسارة الفريق او عدم تفرغ من الاسباب. قاعد مفرغين المنتخب الشد، بس انت مفرغين يعني مفرغونا بالنادي. محمد احنا وصلنا كاس العالم، ليش ما فرغ للنادي؟ محمد ليش ما فرغ؟ هذا لاعب كره، هذا مو سبب رئيسي، مهمه وطنيه، مو سبب رئيسي. محمد احنا وصلنا كاس العالم بالطريقه هذه، انت كنت هاوي، كانت الفرق هوات وهذول هاويين بعد، هاويين بعد اليوم الجماعه في محترفين اللاعبين اللاعب منو وصغير؟ تكلم عن الكويت، تكلم عن الكويت، تكلم عن الكويت. ليش ما يعطى اللاعب؟ ليش ما يعطى اللاعب تفرغ؟ لاعب النادي لماذا لا يعطى تفرغ؟ هذا موضوع مقدم، في مقترح مقدم حق الهيئه بهذا الخصوص، ان اللاعب يطلع من شهر 6 او 7 يطلع بإجازة تفرق. مقترح من منو مقدم؟ منه، من مجلس الإدارة. وهو قرار يكون من قبل الهيئة يعني، ولا يحتاج إلى مجلس الإدارة؟ يحتاج ياخذ دورة عشان يتوقف مجلس الإدارة. لا بس قرار مجلس الإدارة، قرار، قرار داخلي هذا. هذا يطلع من، يطلع من شهر 6 يطلع متفرغ للنادي، نتكلم عن الفريق الأول بس. يطلع من يطلع من شهر 6 لشهر 6 اللي بعده، يعني خلينا نقول من بداية الموسم لآخر الموسم، زين، تفرغ كامل حق اللاعب، بس بشرط انه يحضر التمرين الصبح وعصر مع النادي. هذا اذا النادي طبق هذا المصطلح، هذا القرار مبني على هذا الاساس. أيوه. القرار اللي انتم طلعتوه ذاك ما طلعناه بالمقترح مقدم. متى مصقر؟ هل في هناك، عفوا، هل في هناك موافقه مبدئيه تحتاجونها من ديوان المحاسبه؟ ديوان الخدمه المدنيه قصدي. وانا جايك بتدريج الحين. ما ادري والله، انا هذه الاليه انا عندي الاخوان مكتب التنفيذي، عندي الاخ محمود فليطه. انا اكلمك، ما ادري ما ادري، انا قاعد اكلمك من عمل ما مارسه. لا مو انت، قول له انا كحكومه، انا اقول كحكومه صراحه. هذه الامور ترى مو بضروره ابو محمد، مو بضروره ان يكون تفرغ مالي، مو بضروره، يعني اقصد مالي مو من من النادي يعطي فلوس او الهيئه تعطي فلوس. لا يطلع دولة تفرق. الدولة، أنا كلمك الدولة هذا هذه تحتاج، صلوا على النبي، هذه الأمور تحتاج إلى موافقات من جهات أخرى. صح، ديوان الخدمة المدنية. هذا كلامك صحيح، لا طرف، لا طرف في الشيء. غير أبو محمد، لا هذا من التنفيذي، وين تروح؟ الحكومة لازم توافق، المكتب التنفيذي، الوزارات يعني، لازم الحكومة توافق على المقترح اللي قدمه. خل توافق، هذا يبي له دعم طبعا. أبو بدر عشان الصوت ما يكون، هو قال لي مقترح. رضا، رضا، شنو اللي يمنع ان اليوم تسخر القوانين للاعب؟ يعني معقوله لاعب يتمرن للساعه 3 الساعه 3 ولا 4 في دوام وقاعد الساعه 7 الصبح، وين بيعطيك في التمرين؟ ليش ما افرغه للنادي؟ محمد بس اسمح لي، طبعا هنا راح تخرج من نظام الخصخصه ونظام الانديه والشركات والمؤسسات والشركات الخاصه. خرجت التنظيم المنظومه بعد. احنا ما عندنا نظام خصخصه، المشكله احنا مش وفق المعطي الموجود. المشكله احنا كل دوله لها سيستمها الخاص. صحيح. مثلا انا من كنت العب في نادي الزوراء، هي تابعه نادي الزوراء تابع لوزاره النقل، كل لاعبين وكل الاداريين وكل العاملين في النادي هم وموظفين مفرغين للنادي. ممتاز. وموظفين في إدارة النقل أغلبهم. أغلبهم. سليم. 16 سنة أنا عندي خدمة بس ما داومت. داومت كلاعب. كلاعب متفرغ. مهمة وطنية. في مهمة وطنية. يعني هاي الخصخصة. لما كانت، لما كانت مثلاً يجي دور الخدمة العسكرية بالجيش العراقي، كان اللاعبين المنتخبات الوطنية يفرغوهم للمنتخبات وللأندية. حتى الأندية. لما يروح يجيب كتاب من النادي لوزارة الدفاع يفرغوه. نعم. يفرغوه ما يشارك. عشنا هالمرحلة استاذ احنا. اي عشناها. بس هسه مثلا اليوم انت مثلا لانه الراتب يمكن في كوظيفة بالكويت مجزية ويبحث عن تقاعد فيها ويريد يبقى بالخدمة. نعم. ومقارنة مع الانكم اللي يجي من النادية او من المنتخب ما يوازي الراتب، فهو دا يبحث عن التفرغ. بس هو لو مثلا النظام الخصخصه والتسويق الرياضي والعمل كلاعب والاحترافيه تنطي ناتج اكبر من وظيفته، يترك الوظيفه ويلعب، يلعب يصير ملعب. تعليقا على الكابتن احمد، من واقع وليس مثال، من واقع. يعني لما صدر قانون التفرغ عندنا، يعاونني ابو بدر، صدر القانون ان اللي هو هنقول احتراف، الاحتراف الكلي لمده 5 سنوات. سليم، هذا احتراف كلي جزئي 5 سنوات. جزئي هو تتجه بعدها الى الكلي. بالضبط. ايه؟ بعدين يوم مددوا سنتين. ايه؟ صار 7 سنوات. انا اللي بوصله يعني شوف انت ليش تهوا.
هو قانونيا ما يجوز 5 سنوات. نعم، لأن في إلزام بعد 5 سنوات تطبق الاحتراف الكلي. الاحتراف الكلي راح يدخل فيه شنو؟ التفرق اللي قاعد نتحاور فيه احنا بالكامل. تصور مدده بعد 6 خلوه 7 سنوات. إذن الخطة اللي محطوطة والنظام المحطوط يعني أنا أشوفه مو قاعد ينفذ صح وقاعد يتمدد. بس إنه مو مدروس. أنا معنى كلامه ومحور حديثي لكم ان اليوم العالم صار احتراف، ما يصير احنا نطالب لاعبين المنتخب الكويتي او المنتخب العراقي او كل دوله على حسب ظروفها او العماني او غيره. احنا قاعد نقول يجب الاهتمام في اللاعب، توفير البيئه المناسبه للاعب حتى يؤدي مهمته الوطنيه. ما يصير اللاعب انا مو موفر له تفرغ، عنده مشاكل في النادي، عنده عدم انه ما قاعد يحصل على مبالغ تكفي وتكفي اسرته وغيره، والطالبه بتحقيق محمد الان قمنا نسمع الكلام هذا خلاص لان العالم تغير. العالم بطولات كبيره، بطولات العالم غيرك. ما كنا نسمع اللاعبين يقولوا شوف اللاعب الاماراتي شنو ياخذ، شوف اللاعب القطري شنو ياخذ، شوف اللاعب السعودي شنو ياخذ. يا ابو حمد هذه تبريرات لاعبين فاشلين. لا 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 انا اقول لك فاشلين. بعد اللي سوى المنتخب يبي يبررون خسارتهم خروج المنتخب بمثل هذه التصريحات. شو يسوون؟ مطبقة من أول ما تأسست. بو صقر بس على التفرغ، على راحة اللاعب إنه يتمرن. محمد القانون موجود، الاحتراف الجزئي والقوانين. من اللي فعلها؟ من اللي تابعها؟ مو عظامة الأمة؟ مو لازم يطلعون قوانين تحمي اللاعب الرياضي؟ هذا اللي نقوله. خلاص خلينا قوانين تخدم اللاعب في مجلس إدارة الهيئة. هذا القانون المفروض. يا ابو بدر مجلس الأمة اللي حتى إدارة رسمية. ابو بدر انت تعطيني في برنامج والله تعطيني كاميرا واحدة وتقول لي احمد اشتغل نفس السي ان ان، وانت مثلا كمثال معطيني كاميرا، انا اشتغل وفق امكانياتي، هذه تبقى امكانيات اللاعب، انت اعطيتني وفر لي كل الامكانيات وحاسبني، طبق مبدا الثواب والعقاب. اليوم اللاعب الكويتي غير ملام امانه، اذا ما يتمرن صبح وعصر وانت تهيئ له وعنده ضمان وظيفي ها وعنده ضمان في اسرته وغيره مو موجود عندك. بس ما عندك النظام اللي يحمي اللاعب. هذا اللي نبي، احنا نبي كل القوانين تخدم اللاعب. محمد هذا الكلام كنا نقوله من كم سنه ولا من 30 سنه. وبعدين فيصل بس هذا الكلام في التشريع اللي قاعد يقدمه الاستاذ احمد ابي الفضل، يعني يمكن احنا انا ما اطلعت عليه الاخوان طبعا، بس افادوني في بعض الملاحظات فيها. وقعدنا مره مجلس الاداره قاعد مع الاخ احمد ابي الفضل، بعدين سحبه وعدل عليه ضاف عليه. تدري لاعب اذا احترف كم سنه ياخذ مقابل كل سنه في النادي على او المنتخب؟ ياخذ مقابل كل سنه خدمه 3 سنوات في التامينات. يعني لو يلعب له مثلا 10 سنوات هاي 30 سنه بالتحسب له محمد، تنحسب بالتقاعد 30 سنه. مو هذا المفروض الاشياء المميزه. هذا مو المفروض يكون الاولويه كرم. لا لا هذا مثل هذا المشروع الرابع. لا بس ابو صقر لا يكون الاولويه. احترامي لابو صقر والاخ احمد نبيل الفضل، هذا غير مقبول مرفوض. تقول لي ليش؟ انا اقول لك ما يصير تي انت قانون ابشرع اطور رياضه ابقدم نظام كامل متكامل اي وفقا فقط مثلا انا كنائب اروح اقدم اقتراح بكيفي. لا لا هذا وفق النظام كامل. انا قلت هذا الفكره. اي في لجنه شباب الرياضه، تعال يا محمد كرم، تعال يا جاسم يعقوب، تعالوا يا اللاعبين الصغار بدر المطوع وغيره، تعالوا يا بعض المختصين الاعلاميين واقعد وياكم. انا هذا قانوني. شنو ملاحظاتك يا مطلق نصار؟ شنو ملاحظاتك يا محمد كرم؟ اي برؤساء الانديه شنو ملاحظ؟ ابو حمد هذا لازم يكون قانون على مستوى دوله. نعم هذا ترى قبل تنفيذ. معلش انا لان الكلام هذا انا نفس الكلام اللي قلته حق اخوي نبي احمد نبي الفضل. قلت له قال احنا راح يكون ما راح يقرر نقعد مع الاخوان المختصين ونناقش كله، فيها اللاعبين الاداريين ونناقشها كل مثل مؤتمر صحفي. تعرف شنو مشكلتنا في القوانين ابو بدر؟ ما يصير انت تحط قانون وتستبعد المتخصصين، تبعد الناس اللي هم في الملعب، محمد كرم، مطلق نصار، وبدر المطوع، واللاعبين وغيره. لازم يكون الكل يبدي رايه في قانون حتى يطلع قانون افضل شيء. ابو حمد هذا الكلام اللي نقوله. نفس الغلطه اللي وقعنا فيها في عظامه في مجلس الامه اللي قرر قوانين بدون ان يكون للرياضيين دور فيها. هذا اللي نقوله. ابو حمد شوف ابو حمد صالح ما سمعناه ابو صقر. وارجع لك بس هم اختلف معاكم ايضا قبل مده لما قدموا مقترح الاخوان، كان الاخ فيصل الجزاف، الاخ ابو بدر عبد الوهاب البناي، كان اسد تقي، كان يوسف بيدان، استعانوا فيهم الاخوان في مجلس الامه
واستأنسوا بآرائهم وقدموا مقترح حق الإخوان في مجلس الأمة. يعني ترى أيضا أحمد نبيل الفضل وايد أكتف في الموضوع ودائما استأنس بالآراء آراء كل المختلف. ما في ما صار شيء على أرض الواقع. أنا تحداك صار قانون بهذا الشكل وبهذه الطريقة أرض الرياضيين ما في تحداني. اسأل على يسلس في البيدان. بس إذا ما أخذوا القانون هذا أمر آخر صغر. بس إحنا نتكلم عن المستقبل. لا أنت هذا الكلام اللي طرحت الأسماء لهم كل التقدير والاحترام. بالعكس أخ فيصل ولا العنبواء يعني أشخاص. لا أنا أتكلم هذه كانت في مشاكل إدارية مع إحنا نتكلم عن تطوير الرياضة والاحتراف. ما كان عن القانون اللي بقدمه إحنا التطوير والاحتراف هذا اللي بيقعد هو بيقعد ما يقرر عبد الله خلي كمل راح يسوي برزنتيشن. تفضل ابو عبد الله. صالح البارح اسفين محمد هم بالنسبه لنا نفس المعاناه معكم نفس معاناتنا احنا. يمكن احنا اكثر معاناتنا عن معاناه اللاعب الكويتي. احنا اللاعب معانا يلعب دوري في مؤسساته يلعب دوري يلعب في النادي يلعب يعني دوري خلينا نقول مؤسسات العسكريه يعني يلعب لك دوري المنتخبات منتخبات القوات ايه؟ يلعب دوري في الكتائب الداخلية يلعب دوري يعني الدرجة يلعب فيه نادي وبالتالي اللاعب يصير منهك. عشان كده عمر اللاعب العماني قصير جدا. نعم. اليوم نحن لما ينك خليجي 24 ناقصين كم لاعب أساسي؟ ستة. ليش؟ كلهم رباط صليبي وكلهم إصابات وكلهم شد وبالتالي عمر اللاعب قصير. نحن نتفق معكم يا أبو حمد إن هذا الجانب لازم ويصير نادي فيه في عمان ان اللاعب لازم يكون متفرغ. ما معقول اللاعب يطلع من دوامه 4 العصر يتغدى 5 يروح التمرين 6 ما يصير. وين يؤدي؟ فما ما يؤدي. لكن في المقابل محمد خليني نشوف نرجع شوي نشوف منتخب البحرين. منتخب البحرين نفس ظروفنا احنا ونفس ظروف الكويت. ما عاد متفرغ. لكن منتخب البحرين لا واصل. نختلف وياك. هذه تعتبر طفرات في بطولات محدده. لكن انت الكلام عن الاستمراريه. انت تبي استمراريه في منظومه. يمكن اليوم تشوف البحرين زين في كاس الخليج بعد بطوله كاس الخليج تشوفه مو زين. ليش؟ لانك ما وفرت للاعب وهيئت للاعب كل المنظومه. اليوم يا جماعه لازم نعرف ان اليوم كره القدم اصبحت صناعه واحتراف ويكون تظافر الحكومه ويا المجلس ويا الرياضيين. مو كذي ابو حمد. في ابو حمد في الموضوع اكبر من كذي. انت حتى المواهب ما يونك. انا ولي امر ايه ولدي بيروح الرياضه يشوف رياضه ما فيها فايده. ما فيها جهاز صحي. يمكن على تعليمه دراسته كله تضره بدراسته بدون مقابل شيء انه يعوض هالشيء. هذا انا كولي امر. حتى المواهب عندي يمكن اكو واحد من عيالي يطلع لاعب مو في اي لعبه. انا اتكلم بشكل عام بالرياضه. يطلع لاعب نجم في يمكن لعبه فرديه في اي شيء. فاذا ما اشوف الشيء انا كلي امنعه اقول اقعد بالبيت لا تروح. اليوم انا قاطعك. انا اوفر لك كل شيء. على كلام محمد كرم اليوم سباير تجربه. اليوم تهتم دراسيا في في في, في البراعم. وانت من وين تخلق لاعبين على مستوى وتهيئهم؟ يعني الفريق القطري اليوم بطل اسيا من وين؟ من سباير. دراسته تغذيته صحته تعلم النوم تعلم نظام احترافي فيطلع ولي الامر مرتاح. يعني ولي الامر مرتاح. ولي الامر مرتاح ولا مو مرتاح؟ تفضل محمد. ولي الامر مرتاح ولا مو مرتاح؟ حتى ولي الامر يكون مرتاح. كرم ولي الامر قام يودي ولده للاكاديميات هذا الحين. نرجع للمبدا اللي انا قلت لكم عليه انه الموضوع مو موضوع منتخبات. موضوع أندية فعلا يا أندية وزائدا أكاديميات اللي تغذيها للأندية. صحيح. ليش؟ والمدارس الكروية اللي تسويها. هذول كلهم ممكن أن تجمعهم ثقافيا دراسيا علميا ورياضيا وأيضا الاحترافية. وين ينتقل منها المرحلة المدارس والأكاديميات ينتقل. اليوم أكو دوري باليابان سووا لهم لجنة خاصة في اتحاد كرة القدم الياباني يسموها لجنة المدارس الكروية. نعم. سووا لهم دوري ونقل واهتمام ويدخلوهم أيضا في عملية البزنس والرعاية. هذول ينتقلون وين؟ ينتقلون للأندية. الأندية هي الحاضن الحقيقي للرياضة لكل الرياضة. هذا الكلام صحيح. أنت ابني نادي بكل الميزات الحقيقية لبناء رياضة حقيقية مو بس كرة القدم على كل الرياضات. منشآت سبونسرز طريقة الدعم نقل التلفزيون. عندنا خلف العنزي كاهو قدامي. خلف يقدم عندنا برنامج أوسكار برنامج رياضي للبراعم. نعم. تخيل شوف حديثه عن
لا متوفره مثل سياره اسعاف داخل الملعب للبراعم برج ما ادري شنو برج هو حق تصوير ما ادري حق شنو ما في ابراج ما في يمكن ما في حتى كرتون ماي للاعبين اللي يلعبون داخل الملعب براعم لو تشوفهم رجال امن مرات ما تلقى رجال امن شفت حادثه القادسيه الاخيره واللي صار فيها شطب اللاعبين وكذا وهذا ما في رجال كان بامكان رجال الامن يبعدون اللاعبين عن الحكم وانتهت المشكله قبل شطب اللاعبين يا ابو حمد مالي يلعبون 3:30 الظهر اغماءات لاعبين 3:30 الظهر يلعبون اذا كانت عقليتنا اذا كانت عقليتنا مثل ما كانت عقليتنا في السابق نقول السابق كانت هوايه اليوم اصبح العالم كله اليوم قطر ليش تطورت في الرياضه اليوم اشتغلت من تحت لفوق عدل الشغله هذه لازم احنا نشتغل سيستم معين يا ابو حمد فيصل تقول على موضوع مدرب متغنى انا مؤيد كلام ابو فيصل مدرب صراحه من المدربين الجيدين فكر صح تكتيك صح لا قصدي اقول لك يعني مدرب اذا ما يشوف لا قصدي اقول اذا مدرب ما يشوف هالاشياء قدامه مثلا عند اللاعب متفرغ اللاعب يقدر يلاعبينه مطشرين في كل مكان شلون بيجمعهم فالمدرب شلون يشتغل؟ ما يقدر يشتغل يعني نتكلم الامور الاداريه وايد تساعد الامور الفنيه ايام اللي طلع قانون الاحتراف انا اتذكر في وزارات الدوله اغلبهم ما كانوا يعترفون في هذا وهذا قانون وموقع عليه من سيدي حضره صاحب السمو زين ما كانوا يخلونهم احنا كانوا متفاهمين انا في الكويتيه احنا في كل المجالات عندنا احسن قوانين احسن قوانين بس تطبيق ما يوسف البيدان يوسف البيدان ابو عبد الله ترى تكلمنا عنك اول برنامج اذا عاد شفت البرنامج ولا لا يا ابو عبد الله كيف ماشي ابو فيصل ما ادري بس ابلغه انا على الهواء يقول التفرغ التام بالنادي يعني احتراف كامل وهذا مو موجود بالكويت كلام عبد الله يؤيد كلامه وكلام صحيح 100% وهذا ما نحتاجه احنا مو مختلفين لكن اذا صار هذا القرار هذا القرار راح ينقل نقله نوعيه يا رب احنا نتمنى يعني نشكر الاخ احمد نبيل الفضل او اي احد على جهوده لكن نتمنى يكون راي له